يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكاني.